مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر عاجل، حماس تقول بأنه تم اغتيال إسماعيل هنية بطهران العاصمة الإيرانية. إذن حركة حماس تقول بأنه بالدم توجه هذه الرسائل وبالقوة والجبروت لهذا العدو المتغطرس. من هو إسماعيل هنية؟ إسماعيل عبد السلام أحمد هنية بالمواليد يناير 1963، ويكنى بأبو العبد، سياسي فلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ورئيس وزراء الحكومة الفلسطينية العاشرة. شغل منصب رئيس وزراء فلسطين بعد فوز حركة حماس بأغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية لعام 2006. سجنته السلطات الإسرائيلية عام 1989 لمدة 3 سنوات، ثم تم نفيه بعدها إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية الفلسطينية مع عددا من قادة حماس، حيث قضوا عاما كاملا هناك. بعد قضاء عام كاملا في المنفى عاد إلى غزة، وتم تعيينه عميدا في الجامعة الإسلامية بغزة. وفي عام 1997 عين رئيسا لمكتب الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس. تعزز موقعه في حركة حماس خلال انتفاضة الأقصى بسبب علاقته بالشيخ أحمد ياسين، وبسبب الاغتيالات الإسرائيلية لقيادة الحركة. ففي عام 2005 ترأس إسماعيل هنية قائمة التغيير والإصلاح التي فازت بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية عام 2006. وفي فبراير لعام 2006 رشحته حماس لتولي منصب رئيس وزراء فلسطين. وفي نفس العام هددت الحكومة الإسرائيلية باغتيال هنية ما لم يفرج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعان شليط. وفي عام 2007 تمت إقالة هنية من منصبه كرئيس وزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، وذلك بعد سيطرة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على مراكز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة. رفض هنية القرار لأنه اعتبره غير دستوري ووصفه بالمتسرع، مؤكدا أن حكومته ستواصل مهامها ولن تتخلى عن مسؤوليتها الوطنية اتجاه الشعب الفلسطيني. وتعرض إسماعيل هنية إلى محاولات اغتيال عدة. ففي عام 2003 وبعد عملية استشهادية قام إحدى الطيارين الإسرائيليين بغارة إسرائيلية لاستهداف قيادة حماس، وجرح إثر ذلك هنية في يده، وذلك في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين. وفي أكتوبر لعام 2006 عشية إنهاء القتال بين فصائل فتح وحماس، تعرض موكب هنية لإطلاق نار في غزة، وتم إحراق إحدى السيارات التابعة له.
وقالت مصادر بالسلطة الوطنية الفلسطينية إن المهاجمين كانوا إحدى أقارب لناشط من حركة فتح تم قتله خلال الصدام مع حماس. وفي نفس العام منع إسماعيل هنية من الدخول إلى غزة من خلال معبر رفح بعد عودته من جولة دولية، فقد أغلقوا المراقبون الأوروبيين بأمر من وزير الأمن الإسرائيلي، وتعرض في اليوم التالي لمحاولة اغتيال فاشلة بعد إطلاق النار على موكبه لدى عبوره معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، الأمر الذي أدى لمقتل أحد مرافقيه البالغ من العمر 20 عاما، وإصابة 5 من مرافقيه من بينهم نجله عبد السلام ومستشاره السياسي أحمد يوسف. واتهمت حماس قوات الحرس الرئيسي التابعة لحركة فتح بقيادة محمد دحلان التي تسيطر على أمن المعبر إنذاك. وفي عام 2014 وأثناء معركة العصف المأكول بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، قصفت طائرات الاحتلال منزله في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة بعدة قذائف أدت إلى تدمير المنزل كليا. والجدير بالإشارة إلى أن القيادة السياسية لحماس تستند إلى شخصيتين، إسماعيل هنية من الخارج ويحيى الصنوار من الداخل، الذي ينظر إليه كرمز للجناح المتشدد في الحركة. أما كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة فيقودها الاستشهادي المقاتل محمد الضيف، وهذا فيديو تعريفا له، ولا أحد يعلم حتى اليوم من هو. ونجا مرارا من محاولات إسرائيلية لاغتياله. إسماعيل هنية التلميذ النجيب للشيخ أحمد ياسين، فيا شيخ قد ربحت البيعة والتقى بك تلميذك النجيب في جنة الخلد إن شاء الله.